بسكوته لذيذه قوي، ممكن تحوليها الكوكيز اذا حابه وتحطي فيها الشوكليت شيبس، الشوكولاته اللي هي بنحطها في الكوكيز دايما، او تعمليها كوكي كده من غير اي شكل ولا اي حاجه، او تعمليها على شكل حبه البن براحتك. العجينه ان شاء الله تبقى مظبوطه معاكي وتبقى المقادير هايله. يلا بينا. محتاجين ايه علشان نعمل بسكوت القهوه؟ 150 جرام من الدقيق، نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3 ارباع كوب من السكر الباودر، 2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة ونص حليب، 4 معلقة كبار من النشا، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وصفار بيضة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا اختياري، اذا مش حابه تحطي فانيليا مفيش مشكله، طعم البن في الوصفه دي هو اللي طاغي، فانت مستحيل هتشمي ريحه البيض او هتحسي حتى بطعمه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ خلينا نحط كده الزبده. اول حاجه نحط الزبده، الزبده تبقى كريمي كده. تعالوا نضربها ضربه. بعدين هنزل بالسكر باودر. مين فيهم؟ اهي غلطت المره، دقت النشا. ننزل بالسكر باودر. يلا صفار البيض، والفانيليا. البيكنج باودر هيبقى هنا جنب الحاجات كلها الدراي على بعضها. هنزل كمان هنا باللبن كده، وعايزه انزل بالقهوه سريعه الذوبان، ويستحسن ان احنا ندوبها شويه. يعني هاخدها كده في طبق وادوبها شويه. هسيبها بس تبرد سنه، انتوا سيبوها تبرد اكتر كمان، تبقى بارده خالص. انا دوبتها في ميه دافيه، بس اهم حاجه انها تبقى بارده خالص. هعمل كده. ندخل كده كل الحاجات في بعض كده، ننزل بقيه كميه القهوه. طبعا عايزين تزودوا مفيش مشكله خالص، بس يستحسن ان احنا نستخدم ايه؟ بلاش القهوه بتاعه البن التركي. البن التركي البن عنده حبيبات كده، البن اللي هي اخر البن، عارفين لما بيبقى اخر فنجان القهوه بيبقى فيه شويه حبيبات كده، دي بيبقى دمها تقيل قوي. الوصفات اللي فيها بن بيبقى يا اما يعني مثلا كيكه بالقهوه، حاجه زي كده بسكوت، بيبقى الوصفه القهوه اللي مستخدمينها حتى بره، يعني في الوصفات اللي بره بيستخدموا دايما اسبريسو. فلو عندنا الماشين بتاعت الاسبريسو وعندنا قهوه اسبريسو، اقدر اخد القهوه الاسبريسو بعد ما تتعمل كاني هشربها،
واستخدمها في الوصفات. ما عنديش، كلنا هيبقى عندنا البرطمان اللي هو في القهوة اللي سريعة الذوبان، فده أنسب حل علشان آخد طعم وقوام مظبوط للقهوة. فهعمل كده، لكن القهوة التركي ما ينفعش. كده القوام الكريمي عندي تمام زي الفل. هنزل بقى بعد كده بالحاجات اللي أنا محتاجة أدوبها على بعض برضو، وأقلبهم على بعض و أصفيهم. هي المصفى الكبيرة ممكن تجيلي؟ معلش. خلينا نحط كل حاجة على بعض الأول وبعدين نصفيهم على ما المصفى تيجي. طيب هنستخدم المصفى دي، مش عارفة هتظبط معايا ولا لأ. مش هتظبط صح؟ أنا تمام، أنا خلاص اشتغلت بيها أوكي، ما فيهاش مشكلة. هي حتى احتفظت بكل الايه الحاجات المكلكعه الحبيبات دي، فكده تمام هي شغاله معايا. يلا نقلب بقى كده. انا حطيت البيكنج باودر على النشا، على الدقيق، على الكاكاو. اعتقد ان انا محتاجه البس جلوبس واشتغل بايدي. اين انت؟ يلا بينا. طيب العجينه المفروض ان هي تلم معايا لما احسن من كده. احنا علشان ممكن يكون الجو حر، وده عادي بيحصل، ان هو بتحتاج شويه دقيق كمان، وبتحتاج تخش الفريزر او التلاجه. يستحسن تدخل التلاجه ساعه، وبعد ما تطلع من التلاجه تتشكل وتدخل التلاجه تاني. وعلى فكره الموضوع ده بيفرق جدا في الحرمشه بتاعة البسكوت. هجيب دقيق على حسب نسبة امتصاص الدقيق للسوائل، عشان كده بتختلف. عشان كده لما تلاقي العجينة لينة معاكي بزيادة قوي، بتعرفي ان انت يا اما محتاجة انت اكيد محتاجة دقيق. لكن لو هي ناشفة مثلا بزيادة شوية وحسيتيها كده بتشقق، بتقومي حاطة الزبدة، فده بيبقى راجع لنوع الدقيق. نحط كده معلقة دقيق. عايزة العجينة تلم، العجينة دي هتلم وتمسك نفسها، بس برضو مش ده الملمس. الملمس الحلو لازم تبقى ايه؟ ملمومة، وبعدين تدخل الفريزر تمسك نفسها بقى خالص. انا حتى عندي واحدة في الفريزر اللي كنت شغالة بيها قبل الهوا، هوريها لكم ماسكة نفسها ازاي. مش هحط دقيق تاني، انا كده تمام. هلم بس كده اللي باقي، وناخد بالنا ما نعجنش. البسكوت كده بيتلم كده، تقعدي تلمي في الدقيق وتجيبي من اليمين للشمال لحد ما العجينه تلم. طبعا بايدك احسن، ما تستخدميش جلافز ابدا وانت بتعملي بسكوت. يعني اصلا ثلاث ارباع البسكوت راح في الجلافز. يلا احنا هنطلع فاصل حالا، هدخل العجينه بتاعتي الفريزر وطلعت. نشيلها كده زي ما هي في اي بلاستيك راب، في كيس بلاستيك بيخش الفريزر او التلاجة، ونسيبها لحد ما تمسك نفسها وتجمد وتبقى لذيذة وجميلة جدا. اوكي، فدي اللي احنا عملناها، ودي اللي انا عاملاها قبل الهواء. تمام، بتبقى ماسكة بقى نفسها ومرتاحة كده ولذيذة قوي. اقدر بعد كده اشتغل بيها براحتي اهي. تمام، يلا بينا. اوكي، نشتغل بيها ازاي بقى وهي كده براحتكم بقى. عايزين تعملوها كور، عايزينها كوكيز، عايزينها باي شكل من الاشكال زي ما انتم حابين. انا هبتدي اعمل كده، اقسمها مثلا على نصين، ابتدي ايه احاول اقطع منها واعمل البسكوته زي ما احنا متعودين، الشكل العادي التقليدي للبسكوتة دي. اوكي، نقطع قطع صغنطوطة على قد ما اقدر عشان تبقى ايه لذيذة. طبعا كبيرة صغيرة مش هتفرق معانا خالص في الطعم.
نعملها كوره بس كوره بيضاويه شويه. بصوا زي قد حبايه البونبوني اهي. اوكي زي ما هي كده بنسيبها ونروح رايحين لها من النص ونعمل كده. بصوا نفتحها عشان تبقى شبه حبايه البن بالظبط اهي. تمام وهكذا كوره ونخلي الكوره بيضاويه قد الزيتونه كده او شبه حتى شكل الزيتونه. طبعا فيها بيكنج باودر فبتنفش. دي هتبقى حجمها كبير شوية. هوريها لكم برضو كده. بصوا اهي انا بعمل كذا شكل، هما كلهم قريبين بس علشان ايه اللي طلعت صغيرة تبقى ازاي، الكبيرة تبقى ازاي. هي حاجة كله هيديكوا نفس شكل حباية البن اللذيذة، وبتبقى بقى حاجة كده جنب ال جنب القهوة أو الشاي تحفة. أوكي قدامنا قد إيه؟ يلا خلاص خلاص احنا يعني احنا فهمنا الفكره طبعا. بس ايه دلوقتي هقول لكم احنا عملنا ايه النهارده، ونبقى خلاص هقول لكم كمان بندخله الفرن على قد ايه وكل حاجه. الفرن هيبقى شغال علشان ندخل فيه البسكوت، لان احنا خلاص ما عندناش وقت. هندخل البسكوت على درجه حراره 170، هيقعد حوالي من 10 دقائق ل 12 دقيقه ل 15 دقيقه على حسب حجم البسكوته اللي عملناها وعلى حسب فرنك. احنا متفقين انه احيانا الفرن بيبقى هو سبب الوقت الطويل او الوقت القصير، بس بتختلف في دقيقه دقيقتين ثلاثه اربعه خمسه بالكثير. فبنعمل دلوقتي التشكيل ده اللي هو يعني سهل جدا وبسيط جدا جدا زي ما انتم شايفين، وبدخله الفرن على درجه حراره 180 او 170 او 190، كل ده ما فيهوش اي مشكله على حسب درجه حراره فرنك عالي او واطي، كله تمام. ويستحسن ان انا لما اخلص كده زي ما انا مخلصه مثلا، خلصت الصاجه ادخله الثلاجه يهدى نص ساعه ساعه، بعدين يطلع من الثلاجه يدخل على الفرن دايركت على طول. لو انت عايزه تعملي البسكوته الكبيره من العجينه دي، اعملي البسكوته كوكيز عاديه خالص زي الكوكيز بالظبط، استخدمي العجينه دي از كوكيز. حتى الكوكيز بندخلها الثلاجه وبنطلعها نخبزها، بتدي نتيجه احلى، تخليها من بره الكراست بتاعتها ناشفه ومن جوه طريه جدا ومستويه ومظبوطه.